السلام عليكم فاطمة أنزيل وكيلة اللائحة النسائية في البلدية ديال أكادير. انتما كما كتشوفوا هذا يعني هذا الجو العام اللي كيسود دابا هو جو ديال الفرح والسرور إثر يعني الإعلان عن النتائج الأولية، والحمد لله يعني كان الاكتساح ديال الحزب ديالنا اللي هو حزب تجمع الوطني الأحرار ديال على الجهة ديال أكادير وعلى البلدية وعلى البرلمان، وكذلك الأمر بالنسبة للدار البيضاء بالنسبة لفاس، والنتائج الأولية هي في حدود 57% على الصعيد الوطني، وهذا يفرح الصدر. وكنشكروا بهذه المناسبة كاع المواطنين اللي صوتوا علينا واللي داروا وضعوا ثقتهم فينا، وكانت المناسبة كنبغي نتوجه بالشكر لعموم المواطنين الصعيد الوطني اللي داروا فينا الثقة، اللي داروا الثقة في حزب التجمع الوطني الأحرار وصوتوا عليه بكثافة، وبالخصوص الناس ديال الجهة ديال سوسماسة، وبالخصوص الناس ديال أكادير اللي استوسموا فينا خيرا وداروا الثقة ديالهم في السي عزيز أخ نشوف الفريق المرافق له، وهذا إن شاء الله كيتقل الكاهل ديالنا وكيدفعنا أننا إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديال الساكنة ونشتغلوا على المشاريع ديال القرب، لأن اشتغلنا على المشاريع اللي هي جهوية في الولاية السابقة فاش كنا في الجهة غادي يبان الوقع ديالها دابا، ولكن المشاريع ديال القرب وديال الساكنة انتظارات المباشرة ديال الساكنة المجال الاجتماعي إلى آخره دابا غادي نشتغلوا عليه إن شاء الله بقوة.